الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل لنا كل أمر عسير، علم جهلنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 56 من برنامج الكلمة الطيبة، ولازلنا في كلامنا على هذه الأيام العصيبة التي تمر بالأمة الإسلامية عامة وبإخواننا في فلسطين وغزة والقدس خاصة، ويتسلط الأعداء والكفار واليهود ومن عاونهم واجتماعهم يدا واحدة ضد المسلمين. جعل الله للمسلمين منهم الفرج القريب بإذن الله تعالى. فنذكر في الفقرة الأولى بعض الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام. وكما سمعنا في الحلقة الماضية وكما هو معلوم للجميع، أن النصر لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين، ولولا أننا بعيدون جدا عن ديننا كما نشاهد ذلك في أنفسنا وفي أهالينا وفي مجتمعاتنا. ولهذا سلط علينا هؤلاء اليهود الجبناء، وسلط علينا هؤلاء الكفرة، لأنهم يعلمون أننا لا ننتصر إلا بالدين ونحن بعيدون عن الدين. فأول شيء كما سمعنا هو الرجوع إلى الله، وكل واحد منا يحاسب نفسه ويحاول أن يصلح ما بينه وبين ربه في نفسه وفي عائلته، وهكذا فتنصلح الأسر وينصلح المجتمع بإذن الله تعالى. ولكن مع هذا يجب علينا ألا نترك باب مولانا الكريم، نتوجه إليه بالدعاء الخالص ونكثر من الأذكار التي جاءت في السنة في رفع الكرب. ومن أعظم هذه الأذكار هي الحوقلة، وهي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي كما جاء في الحديث كنز من تحت العرش، ومعناها أنه لا تحول عن المعصية إلى الطاعة، ولا تحول عن الكفر إلى الإيمان، ولا تحول عن الشر إلى الخير إلا بالله سبحانه وتعالى وبإعانته وتوفيقه. وأيضا لا قوة على الطاعة ولا قوة على فعل الخير إلا بتوفيق الله. فهذه الكلمة جمعت التوحيد، وهو
أن تنسب التصريف في الكون لله تعالى، وكما جاء في بعض الروايات عندما يقولها العبد يقول المولى أسلم عبدي واستسلم. والأولى طبعا أن الإنسان يتحقق بها، لا يقولها فقط بلسانه، ولكن يتحقق بها إيمانا وذوقا، بمعنى أنه إذا أصابته مصيبة عليه ألا يجزع، عليه ألا يسيء الأدب، وأن لا يعترض على قضاء الله، مع الأخذ بالأسباب من غير شك، لأن هذا مطلوب بالشريعة. ولكن دائما لا ننسى أن المصرف الكون هو الله تعالى. ولهذا قال علماء التوحيد، التوحيد والإيمان الخالص أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وجميع ما يصيبنا من مصائب هي بسبب معاصينا، وبسبب تركنا للدين وانشغالنا وتكالبنا على الدنيا وظلمنا بعضنا لبعض. ما أكثر الظلم، سواء في البيوت ظلم الزوج لزوجته، أو العكس ظلم الزوجة لزوجها، ظلم الوالدين لأبنائهم أو العكس، وهكذا ظلم الجار لجاره، القريب لقريبه، حتى في الطريق تجد من يظلم أخاه بأن يأخذ منه حقه، بأن يروعه، وهكذا. هذا الظلم هو من أكبر الأسباب فيما نعيشه من مآسي. فالأخذ بالأسباب هذا واجب شرعي، ولكن مع هذا أو إضافة إلى هذا أو في خط موازن لهذا، يجب علينا أن نؤمن بأنه لا يصير شيء في الكون إلا بقدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة أو هذا الذكر وهو الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي من أفضل الأذكار في دفع البلاء وفي جلب الخير ودفع الشر وفي النصر على الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة لما يقولها الإنسان بيقين وفهم لمعناها، وأنه مستسلم لقضاء المولى، فمن غير شك لا يعيش في هم، حتى ما يحدث له من مشاكل أو ضيق في الرزق أو غيره، لما يعلم أن الله يعني أمره بالصبر وبالأخذ بالأسباب، ووعده التواب على صبره، وأن الحياة الحقيقية هي في الجنة وفي الآخرة، فينصرف الهم من غير شك والغم، وهكذا. فهذه أيضا يعني من الفوائد التي كان أو الأذكار التي كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم في يعني عند الشدائد وعند الكروب وعند ملاقات الأعداء والكفار. كذلك من الأذكار التي تدفع الكرب والهم والأمور المهمة هي قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أن يكفينا شر الأعداء ويكفينا الشرور، وهكذا. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب عندما اجتمع الكفار كلهم، مشركي مكة مع القبائل الكافرة الأخرى اجتمعوا، ثم أيضا أرادت أن تعاونهم بنو قريظة من اليهود، ولكن رب العزة دمرهم جميعا. فهذه الآية: إن الناس الذين قال لهم الناس، أي جاءوهم مجموعة وأخبروهم بأن قد تجمعت قريش ومن معها من القبائل المشركة، قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس أي مجموعة من الناس، إن الناس
جمعوا لكم أي قريش والكفار فاخشوهم فزادهم إيمانا. الصحابة رضي الله عنهم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الأخبار وتلك الأقاويل لم تفت في عضدهم ولم توهن عزائمهم. لماذا؟ لأن قلوبهم مملوءة بالإيمان وبالطاعة لله وبمحبة الشهادة والإقبال على الآخرة، ليس كما نحن. فزادهم إيمانا وقالوا، قالوها بصدق وبحقيقة، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو الذي سيكفينا، لا إله غيره ولا رب سواه. ماذا كانت النتيجة مع هذا الإيمان العظيم وهذا اليقين الراسخ وهذا الإقبال على الله؟ النتيجة قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وبقي المشركون يحاصرون المدينة فترة، ثم جاءت ريح عظيمة قلبت قدورهم وخيامهم، فانصرفوا وهربوا خائبين، وبنو قريظة أقام عليهم رسول الله الحد، الخيانة العظمى. فلم يمسسهم سوء المؤمنون، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. جاء في صحيح البخاري أن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية أخرى البخاري أن كان آخر قول إبراهيم هو: حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما أجمع فار قومه على أن يحرقوه بالنار عليه الصلاة والسلام، ورموه بالمنجنيق لأن النار التي أوقدوها كانت عظيمة جدا ولم يستطيعوا الاقتراب منها، فأتوا من مسافة بعيدة ورموه بالمنجنيق. فلما كان هو في الهواء طائرا أتاه سيدنا جبريل وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة لما يكون الإنسان بهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وهذا التوكل العظيم؟ النتيجة أن رب العزة قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا وفي غزوة الخندق كما سمعنا قالها الصحابة وقالها رسول الله، فهزم الأعداء وولوا الأدبار. كذلك من الأدعية التي جاءت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي رواية: اللهم منزل الكتاب أو منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا بالأسانيد الصحيحة. أيضا روي في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وفي حديث آخر قال، يعني ينصح الصحابة وهم في الجهاد، قال لهم: قولوا اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بيدك وإنما يغلبهم أنت. هكذا دائما الالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب النصر. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام ابن السني عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
قال سيدنا أنس: فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. هذا من الأدعية التي يعني ينبغي أن نقوله نيابة عن إخواننا المقاتلين في غزة وفي غيرها: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي حديث آخر: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. يقولها الإنسان حتى بصيغة الجمع: بك نحاول وبك نصاول وبك نقاتل. ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكثر منها: وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ممكن أن يضيف الإنسان: اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وشتت شملهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. الإنسان والدعاء يكون يعني من القلب، يكون بإحساس، يكون معه التجاء، يكون معه تضرع، بكاء، هكذا كأنك أنت الذي الآن تعيش في غزة ومحاصر وتقتل، وهكذا ليس مجرد بالشفتين ثم كل منا ينصرف إلى أمور الأخرى وكأن الأمر لا يعنيه. لذلك جاء من الأذكار قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اعتصمنا بالله، استعنا بالله، توكلنا على الله. وأيضا قوله: حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنا السوء، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودعاء: يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم، وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلة. كل هذه المذكورات جاء فيها حث أكيد وهي مجربة. يا حي يا قيوم، هذا دعاء رسول الله في غزوة بدر، كان يعني يكثر من قوله يا حي يا قيوم، وكثير من العلماء يرون هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به المولى سبحانه وتعالى أجاب، وإذا سئل به أعطى. لذلك يا ذا الجلال والإكرام، جاء في الحديث: ألظوا يا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا وألحوا. الإنسان لما يدعو يأتي بهذه يعني الأدعية النبوية المباركة، يدعو بالنصر ويدعو بشتات الأعداء ويدعو بالتفريج عن المؤمنين. كذلك من الأدعية المذكورة في السنة الشريفة دعاء الكرب، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. وفي رواية أخرى: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. هذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك. كذلك من الأدعية دعاء سيدنا يونس عليه السلام ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يقول الإنسان ويدعو بعده أيضا. كذلك: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. كذلك جاء في الحديث: الله الله ربي، لا أشرك به شيئا، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء،
وشماتة الأعداء. ونعيد: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ننسى الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار له الأثر العظيم في النصر وفي تفريج الكرب. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار والتسبيح والتحميد والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن والطاعات بصفة عامة والدعاء والالتجاء من أعظم أسباب النصر وتفريج الكرب ورفع البلاء. فإن لم نشارك إخواننا في ما يعانونه وهكذا في الجهاد، فلنشاركهم بأرواحنا وقلوبنا وبالذكر وبالطاعة وبالتوبة، فنكون معهم بإذن الله ونتحصل على الأجر، وأيضا نكون سببا في نصرتهم بإذن الله تعالى. والله ورسوله أعلم. ذكرت في الدرس الماضي أن اليهود بدعايتهم الإعلامية وتزييفهم للحقائق يدعون أن لهم حق في القدس وفي فلسطين، وعند الدراسة التاريخية المحققة وأخذا من كتبهم هم ومن التوراة التي بين أيديهم ومن الكتب التاريخية يتبين زيف هذا الكلام وأنه باطل وأنه غير صحيح بتاتا. فلسطين عربية وإسلامية وليس لليهود فيها أي حق حتى يعني يسلبوه من أهلها ويحولوها إلى عاصمة لدولتهم قائمة على الاغتصاب والعدوان. وهم يعتقدون أو يدعون ويزعمون أن لهم حقا تاريخيا وحقا دينيا في فلسطين. فسنبين ذلك بما ذكرته كتب التاريخ وأخذ من مصادرهم هم. وقبل هذا يعني نناقشهم لماذا لم يظهر هذا الحق طوال القرون الماضية، ولماذا لم يظهر في أول الأمر عند ظهور الصهيونية السياسية المنظمة على يد هرتزل أول من دعا إلى الصهيونية. فمن المعروف أن فلسطين لم تكن هي المرشحة لتكون الوطن القومي لليهود، ولكن رشحت عدة أقطار في أفريقيا وأمريكا وهكذا، ولم تظهر فكرة فلسطين باعتبارها أرض الميعاد إلا بعد فترة من الزمن بعد أن مات هرتزل هذا بسنة، مما يدل على أن كل ما يقولونه أنها أرض الميعاد وأن كل هذا كلام كذب وافتراء كما هي عادتهم. فهرتزل هذا حاول الحصول على مكان في موزمبيق ثم في الكونغو، كذلك كان زملاءه في إنشاء الحركة الصهيونية السياسية، وهكذا رشحت الأرجنتين عام 1897 وقبرص عام 1901 وسيناء عام 1902 ثم أوغندا مرة أخرى عام 1903 بناء على اقتراح الحكومة البريطانية. وأصيب هرتزل بخيبة أمل كبيرة لأن اليهود في العالم لم ترق لهم فكرة دولة يهودية سياسية، وأكثر الأسباب ما عندهمش رغبة، اليهود كانوا مشتتين في العالم وكانوا عايشين يعني حياة رغدة، فلم تكن بهم رغبة للنزوح عن بلاد لاستقروا فيها ويعني وهكذا، وعدم رغبة لا في عندهم فكرة قومية ولا غيرها. ولكن مؤتمر الحاخامات الذي عقد في مدينة فيلادلفيا في أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر أصدر بيانا يقول إن الرسالة الروحية التي يحملها اليهود
تتنافى مع إقامة وحدة سياسية يهودية منفصلة. فمقابل هذا الموقف فكر هيرتزل، هذا اللي هو مؤسس الحركة الصهيونية، فكر في طريقة يواجه بهذا الوضع. ماذا هداه تفكيره؟ أن يحول الموضوع بدل دولة سياسية إلى قضية دينية لكي يحرك بها عواطف جماهير اليهود. فبحث وجد أن فلسطين هي المكان الوحيد الذي يناسب هذه الدعوة الجديدة. أولا لأن اليهود لهم علاقة تاريخية من قديم قبل عشرات القرون بفلسطين، وأيضا لأن فيها مقدسات دينية، فرفع راية الدين وهكذا بحيث يعني تشجع اليهود واستطاع أن يضمهم إلى صفه وإلى رأيه، وانتصر رأيه. ولكن بعد وفاته لما احتضن المؤتمر اليهودي العالمي فكرة الوطن اليهودي في فلسطين عام 1905 بعد موته بسنة. لكن في الحقيقة المعروف تاريخيا أن أول من بنى القدس هم اليوبوسيون، وهم قبيلة من قبائل العرب القدامى نزحت من شبه الجزيرة العربية مع الكنعانيين، وذلك منذ نحو 30 قرنا قبل الميلاد، وورد ذكر هذا الاسم في التوراة. ثم بعد ذلك سكن القدس وفلسطين بصفة أو بصورة عامة سكنها العرب الكنعانيون وغيرهم قرونا وقرونا، إلى أن جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وهاجر من وطنه الأصلي بالعراق ودخل فلسطين هو وزوجته سارة عليه السلام، وعمره كما تقول أسفار العهد القديم عمره 75 سنة، هذا من مصادر اليهود أنفسهم. ثم لما بلغ 100 سنة ولد له إسحاق، ثم مات سيدنا إبراهيم وعمره 175 سنة ولم يمتلك شبرا من فلسطين، حتى أن زوجه سارة لما ماتت طلب من الفلسطينيين لها قبرا تدفن فيه، طلب منهم طلب يعني لا يملك فيها شبر سيدنا إبراهيم. ولما بلغ إسحاق 60 سنة ولد له ابنه سيدنا يعقوب، ومات إسحاق وعمره 180 سنة ولم يملك شبرا أيضا منها. ثم ارتحل سيدنا يعقوب عليه السلام على أبويه السلام وكافة الأنبياء والمرسلين، ارتحل بذريته إلى مصر ومات بها وعمره 147 سنة، وكان عدد بنيه وأولادهم 70 نفسا يعني لما دخلها، وكان عمره 130 سنة. معنى هذا أن المدة التي عاشها سيدنا إبراهيم وابن سيدنا إسحاق وحفيد سيدنا يعقوب في فلسطين هي 130 سنة، 230 سنة كانوا في هذه الفترة غرباء لا يملكون من أرضها ذراعا ولا شبرا. إن اليهود يقولوا أن نحن ورثناها من جدنا يعقوب، فكل كلام مردود تاريخيا ومن مصادرهم. وتقول التوراة أن المدة التي عاشها بنو إسرائيل بمصر حتى أخرجهم سيدنا موسى 430 سنة، كانوا أيضا غربا لا يملكون شيئا. كما تقول التوراة أن المدة التي عاشها سيدنا موسى وبنو إسرائيل في التيه بسيناء 40 سنة، وهكذا يعني العهد اللي هم يزعمون أن صدر إليهم من الله أنهم لي 700 سنة، ومع هذا هم لا يملكون في فلسطين شيئا. فلماذا لم يحقق الله تعالى وعده لهم في تلك الفترة إذا كانوا يتكلمون بالتاريخ وبالحقائق؟ 700 سنة منذ أن ذكروا أن الله قد وعدهم بفلسطين، بقوا في هذه الفترة الطويلة ثم لم يعني لم يكن لهم فيها شبر ولا ملك، ثم بقوا في فلسطين فترة بسيطة، وكانت الحروب يعني في عهد سيدنا سليمان عليه السلام كانت الحروب بينهم وهكذا بين أبنائه حروب ضروس، حتى جاء الغزو البابلي فمحقهما محقا ودمر الهيكل وأحرق التوراة وسبى كل من بقي منهم حيا، وهذا كل معلوم من التاريخ. جاء في كتاب
اقترب الوعد الحق يا إسرائيل، فلو جمعت كل السنوات التي عاشوها في فلسطين غزاة مخربين ما بلغت المدة التي قضاها الإنجليز في الهند أو الهولنديون في إندونيسيا. فلو كان لمثل هذه المدة حق تاريخي لكان للإنجليز والهولنديين أن يطالبوا به مثلهم. المدة كلها يعني أقل من المدة التي قضاها الإنجليز مستعمر للهند. إذا كان المدة هذه تعطي الحق الإنسان أن تصبح هذه الأرض اللي هو، لطالب الإنجليز يقول هذه الهند حتى هي أرضي، ولكن ليس هناك عاقل يقول هذا الكلام. ولكن هؤلاء اليهود لا يدعون الحق في امتلاك أرض فلسطين فقط، وإنما يدعون الحق في امتلاك الكرة الأرضية كلها. رب العزة يقول في القرآن: والأرض وضعها للأنام، سورة الرحمن الآية 10، أي لجميع الخلق. وهؤلاء يقولون حين قسم العلي الأمم وفرق بني آدم وضع تخوم الأرض على عدد أصباط بني إسرائيل، ويقولون كما جاء في سفر يشوع: كل موضع تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. يعني حسب كلامهم وما موجود في الكتب التي حرفوها أن رب العزة أعطاهم الإذن أن أي أرض تطاها أقدامهم فتكون لهم، تكون من حقهم. حتى أن في نكبة يونيو سنة 1967 فصحافي يسأل جندي إسرائيلي ما هي حدود دولة إسرائيل، فأجابه بكل غرور: حيث أضع قدمي، وضرب بغدائه الأرض. فهذا الحق التاريخي الذي يدعونه كما يقول الشيخ صاحب هذا الكتاب خرافة وصلافة. فهم لم يقيموا في فلسطين إلا غرباء، كما تصرح بذلك الأسفار، أسفارهم هم وكتبهم. فهل الغريب أو عابر السبيل أن يدعي ملكية الأرض التي أقلته أو الشجرة التي أظلته لأنه قال تحتها ساعة من نهار؟ ويا ليت أنهم أقاموا أمينين عاملين مستثمرين، وإنما أقاموا في سلسلة متصلة من الغارات الدامية والحروب الدائرة لم تتوقف حتى فيما بينهم بعضهم وبعض وبينهم وبين الآخرين. بلغ عدد من قتلوا من الفلسطينيين 200,000 قتيل. وهكذا إلى أن جاء الغزو البابلي فبددهم، ثم جاءهم الغزو الروماني فأباد خضرائهم ومزقهم كل ممزق، ثم جاء الفتح الإسلامي وهم مشردون في الأرض، وحرم عليهم أن يقيموا في فلسطين. حتى أن البطريرك صفرنيوس بطريرك القدس في الفتح الإسلامي لما سلم مفاتيح بيت المقدس لسيدنا عمر رضي الله عنه شرط على أمير المؤمنين سيدنا عمر وهو يسلمه مفاتيح القدس ألا يسمح لليهودي بدخول إلياء أو الإقامة فيها، وهذا موجود ومكتوب في التاريخ. لقد دخلها العرب وهي خالية من اليهود بعدما طردهم الرومان وأسلم أهلها، وبقي العرب فيها أكثر من 1400 عام. أفلا يكون لهم حق تاريخي مثل اليهود؟ إذا كان هم اليهود لم يقيموا فيهم إلا فترة بسيطة كلها تدمير وعدوان وهم يدعون هذا الحق، فكيف بالعرب المسلمين الذين دخلوهم قد أجلوا عنها، أجلهم الرومان وقتلهم؟ فهذا يعني بعض الردود، والكلام يطول، ولكن هذا باختصار في الرد على ادعائهم أن لهم حق تاريخي في فلسطين. كذلك الأدلة التاريخية تؤكد أن أكبر رقعة استطاعت إسرائيل السيطرة عليها في أي وقت من الأوقات لم تكن في العصور القديمة كما يزعمون ويدعون ويكذبون، وإنما في العصر الحديث عندما احتلوا مجمل أرض فلسطين ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان وهكذا. كان ذلك سنة 1967 وعام النكسة. أما من أيام سيدنا داود عليه السلام لما حكمهم فترة وبعدها صارت تقاتل بينهم، لم يكن أي موقع لا بالساحل الفلسطيني ولا في الجليل بشمال فلسطين
فقط موقع صغير عند تل القاضي، كان وجودهم يعني في هذه الفترة كان وجودهم منحصرا في بعض المناطق الجبلية في المنطقة الممتدة من تل القاضي في الشمال إلى بئر سبع في الجنوب. فسيادتهم أو السيادة التي كانت لهم كانت على قطعة محدودة صغيرة جدا، حتى وهذا كان قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام بحوالي 6 قرون، حتى أجلوهم كما ذكرت الرومان وهكذا. أما الآن يأتون بعد 25 قرن وبعد قرن فيذكرون أن لهم الأرض ولهم، وكل كلام هذا يعني مردود تاريخيا وهو غير صحيح، والله ورسوله أعلم. نذكر الآن حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم. تحدث القرآن عن هاتين النهايتين، أن تدميرهم بالأسر البابلي وإنهاء وجودهم بالسحق الروماني كما ذكرت وكما ذكر كتب التاريخ وأيضا من مصادرهم هم. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. سورة الإسراء من الآية 4 إلى الآية 8. وهناك رأي لبعض علماء العصر مثل الشيخ الشعراوي والشيخ عبد المعز عبد الستار وغيرهما أن المرة الأولى المذكورة في الآية القرآنية في إفساد بني إسرائيل كانت في عصر النبوة بعد البعثة المحمدية، وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وأهل خيبر كما ذكرناهم من كيد وبغي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نصرهم الله عليهم، وكان العباد المسلطون عليهم هم النبي والصحابة، بدليل مدح هؤلاء بإضافتهم إلى الله بقوله عبادا لنا. أما إفسادتهم الثانية فهي ما يقومون به اليوم من علو كبير وطغيان عظيم وانتهاك الحرمات وإهدار الحقوق وسفك للدماء وغيرها، وستحقق وسيتحقق وعد الله تعالى بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط المسلمين عليهم كما سلطوا من قبل. يعني هناك تفسير أن هذه الآيات تتحدث عن أيام البابليين والرومان كما ذكرت في البداية، هناك تفسير آخر لبعض العلماء المعاصرين كالشيخ الشعراوي أن المقصود به المرة الأولى والثانية هي الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بنو قريظة وبنو النضير وغيرهم، والمرة الثانية هي في آخر الزمان. كذلك نذكر الفتح الإسلامي، كما سمعنا أن المسلمون فتحوا القدس في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه ولم يتسلموها من اليهود، بل لم يكن فيها يهودي واحد، قد حرمها الرومان عليهم كما سمعنا، وهذا مذكور في كتب التاريخ، بعد أن أنهوا وجودهم منذ أكثر من 4 قرون. وكان من الشروط التي أقرها عمر لبطريرك القدس ألا يساكنهم فيها يهود، وظل هذا العهد العمري محترما معمولا به خلال التاريخ الإسلامي، لأن المسلمين مأمورون أن يتبعوا سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولا ريب أن سيدنا عمر هو ثاني خليفة راشد بعد سيدنا أبو بكر. ثم ظهر عهد آخر مزور على سيدنا عمر، حذف منه النص بعدم إقامة اليهود، ولا يوجد في كتب التاريخ من الذي زور هذا العهد،
وبهذا التزوير بدأ التسلل اليهودي إلى المدينة المقدسة في غفلة من المسلمين، ولكن لم يكن لهم أي تأثير وكانوا قلة. وذكر لنا التاريخ الحروب الصليبية وماذا أصاب المدينة المقدسة عندما احتلها الصليبيون وقتلوا 60,000 في مسجدها وبقيت تحت أيديهم 90 عاما إلى أن حررها القائد المسلم المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله سنة 1187 بعد انتصاره في معركة حطين الشهيرة، مكملا ما بدأه من قبل القائدان الكبيران عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود الشهيد. والتاريخ لم يلتفت إلى الوجود اليهودي في فلسطين لأن كان قليل وكان ليس له تأثير ولم يعطهم اهتماما، وعاملهم صلاح الدين كما يعامل أهل الذمة في دار الإسلام تسامحا وكرما وعدلا وبرا. وبقوا هكذا إلى العصر الحديث، فهناك محاولات الصهيونية كما ذكرت في يعني الحق كما يقولون المزعوم في فلسطين، فبدأوا بالضغط على الدولة العثمانية وعلى السلطان عبد الحميد، يضغط عليه لكي يسمح لليهود بتملك أجزاء من فلسطين، ولكنه وقف موقفا مشرفا يحفظه له التاريخ ويسجله له بأحرف من نور. كتب الدكتور حسان حلاق في صحيفة النهار اللبنانية تعقيبا جيدا مبنيا على الحقائق التاريخية، قال فيه: منذ أن تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطنة العثمانية من سنة 1876 إلى 1909 ميلادية تنبه إلى خطورة إشغال الأراضي الفلسطينية لا سيما من اليهود، لهذا فقد أصر منذ فترة مبكرة وأصدر فرمانات سلطانية عدة تمنع إقامة اليهود الدائمة في فلسطين. وفي عام 1882 ميلادية صدرت قرارات جديدة بهذا المعنى ردا على محاولات جمعية أحباء صهيون والذين أرادوا الحصول على إذن رسمي بالهجرة. يعني يحاول نفس الفترة شخص اسمه لورنس أوليفانت، يعني يحاول في مع ستراوس السفير الأمريكي أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، غير أن جميع هذه المساعي فشلت لدى السلطان والأوساط العثمانية. وكان جواب السلطان عبد الحميد الثاني أن اليهود يستطيعون العيش بسلام في أي جهة من المملكة إلى فلسطين، وأن الدولة العثمانية ترحب بالمضطهدين ولكنها لا ترحب بإقامة مملكة لليهود في فلسطين يكون أساسها الدين، وعلى اليهود المهاجرين إلى الأراضي العثمانية أن يصبحوا رعايا عثمانيين وأن يقبلوا تطبيق القوانين المعمول بها في الإمبراطورية. ولهذا حرص السلطان عبد الحميد على تعيين متصرفين في فلسطين ممن يستطيعون منع الهجرة اليهودية واستقرار اليهود في مدنها وهكذا. وعندما تيقنت الدولة العثمانية أن بعض الدول الأجنبية تساعد على تسريب اليهود إلى فلسطين أصدر الباب العالي قرارا في 29 يونيو 1892 ميلادية تضمن ضرورة منع الذين يحملون جنسيات أجنبية من الدخول إلى فلسطين. وتكررت هذه الفرمانات وأبلغت إلى القنصليات الأجنبية مع استياء الدولة العثمانية من ممارستها في دعمها هجرة اليهودية، هذا الذي أكدته وثائق وزارة الخارجية البريطانية، أكدت موقف الدولة العثمانية الصارم ضد الهجرة اليهودية، ومن بينها تقرير ديكسون القنصل البريطاني في القدس حينما أشار في تقرير بتاريخ 14 فبراير 1892 إلى أن التعليمات الصادرة من الباب العالي تفيد بأن هجرة اليهود بقصد الاستقرار في فلسطين غير مسموح بها، أما الذين يرغبون في زيارة البلاد كحجاج فسوف يسمح لهم بالإقامة لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين ينبغي عليهم بعدها مغادرة البلاد. ولهذا حاول الزعيم الصهيوني هرتزل
ذكرنا هذا، أن يحصل على فرمان من السلطان عبد الحميد الثاني للسماح باليهود بهجرة رسمية منظمة، ووسط لهذه الغاية وسط البابوية وإنجلترا والنمسا وألمانيا والقوى الأمريكية وبعض الأوساط التركية. ولما تأكد له فشل مساعيه، رأى هرز ضرورة القضاء على الدولة العثمانية، ومما قاله إن القضاء على الدولة العثمانية أو تقسيمها هو الحل الوحيد لقيام الدولة اليهودية، إنه إذا تم تقسيم تركيا في المستقبل القريب فسوف تقف الدولة الصهيونية التي تقام في فلسطين حاجزا، أما إذا قبل السلطان بالمطالب والعروض اليهودية فهذا مما يبدل سياسة الصهيونية نحوه، فنحن نستطيع أن نسند السلطان سندا قويا بالمال إذا هو تخلى لنا عن قطعة أرض لا قيمة لها كبيرة عنده. هذا مأخوذ من يوميات هرتزل 13/4/1896. كانت هذه الزيارة الأولى لهرتزل لإسطنبول في 18 يونيو 1896، وقد زارها كصحافي وليس كزعيم صهيوني، وكرر زيارته فيما بعد لإسطنبول ولكن من دون جدوى. وهم تعبير عن موقف الدولة والسلطان عبد الحميد الثاني من هذه المطالب الصهيونية ما دونه هرتزل في يومياته ومذكراته بعد أن صدم من الموقف العثماني. قد دون هرتزل موقف السلطان حينما رد على الوسائط بما يأتي: لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد لأنها ليست لي بل لشعبي، لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم وقد غزوها فيما بعد بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا. لا أستطيع أبدا أن أعطي أحدا أي جزء منها ليحتفظ اليهود بملياراتهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين من دون مقابل، إنما لن تقسم إلا على جثثنا أو جثثنا، ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان. هذا الكلام مأخوذ من يوميات هذا زعيم الصهاينة هرتزل في 19 يونيو 1896، صفحة 378، الترجمة العربية صفحة 35. واستمر هذا الصهيوني حتى وفاته عام 1904 يحاول الحصول على إذن رسمي بالهجرة اليهودية إلى فلسطين، قد فشل في مساعيه جميعا. ولهذا فقادة الحركة الصهيونية يعني رأوا ضرورة إزاحة السلطان عبد الحميد من مكانه والسيطرة على الدولة العثمانية وتقسيمها، وثم التعاون مع القوى التركية المعارضة للسلطات ممثلة بجماعة تركيا الفتاة وجناح الاتحاد والترقي، وهكذا الجمعية المتعصبة ضد العرب والعاملة ضد كل ما هو عربي. تجمعت هذه القوى الصهيونية والماسونية والدونما والقوى الدولية، ويعني بدأت اجتماعات مكثفة تخطيط لخلع السلطان عن العرش بعد أن تعذر تحقق الحلم الصهيوني وهو لا يزال على العرش. ولهذا أشارت الوثائق البريطانية والوثائق التركية إلى أن الحقيقة الظاهرة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير تركية وغير إسلامية، ومنذ إنشائها لم يظهر بين قادتها وزعمائها عضو واحد من أصل تركي خالص. أنور باشا مثلا هو ابن رجل بولندي، وهكذا منهم من هو من يهود أسبانيا، ومنهم من يهود الدونما، ومنهم من كان بلغاريا من أصل غجري واعتنق الإسلام في ظاهريا، هذا اسمه طلعت باشا. وكل هذه اللي كانوا في هالمنظمة هذه كلهم كانوا يكيدون الإسلام والمسلمين، حتى استطاعوا بالتعاون مع الغرب ومع اليهود أنهم أطاحوا بدولة عثمانية وبالسلطان عبد الحميد الثاني. وهذا يعني بعض الكلام مما جاء في تاريخ
فلسطين وتاريخ صهيونية. وخلاصة هذا البحث كما قاله الباحث الدكتور حسان حتحوت أن اليهود عاشوا في فلسطين فترة محدودة من الزمن، ولكن التاريخ يسجل أنهم عندما دخلوها لم يجدوها فارغة، وعندما رحلوا عنها لم يتركوها فارغة. كان فيها أهلها الفلسطينيون المذكورون في التوراة قبل اليهود ومع اليهود وبعد اليهود وما زالوا حتى الآن. والحق التاريخي إذن لا يقوم على أساس، والأجدر أن يسمى الزيف التاريخي. والله ورسوله أعلم. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة 5 نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.